حضور كريم، تحية عالية وفخيرة لإخواني في هذا الحفل المبارك. هذه المناسبة مناسبة رمضان الكريم الذي هو شهر الغفران وشهر التوبة وشهر الصيام والعيادة. الحمد لله المقول هذا الكريم الناحية الدينية لا تبارك الله بالنسبة لهذا الشهر اللي هو في هذا السن هذا اللي كنهنيه وكنهني العائلة ديالو أنه في هذا السن يئم بالمسلمين والمواطنين في المسجد لا تبارك الله وهذا نموذج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي يوسف شكري. نحن اليوم في هذه الأمسية كمشاركون فيها في قراءة القرآن، وأريد أن أشكر الأستاذة ديالي عائشة والأستاذ المعاشي بولحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. بقرة من الحزب الأول وأحفظ من القرآن 25 حزب. من جنات الحيان. أدرس في المستوى الثالث ابتدائي. أبلغ من العمر 8 سنوات. أدرس عند الأستاذة عائشة قديم وعند الشيخ المعاشي بولحية. سأتلو لكم من القرآن آية بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله. اسمي سعد سردي. أدرس بالمستوى الأولى إعدادي. يشرفني أن أكون حاضرا في هذه الأمسية الرمضانية احتفالا بليلة القدر التي ذكرها الله في القرآن العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم. سميتي ادم مكرم كنقرا في المستوى الخامس ابتدائي. كنشكر اليوم الاستاذ المعاجب الاستاذه عائشه وكنتشرف اليوم بانني نحضر هذه الامسيه القرانيه وحافظ 10 الاحزاب
حفظ الحزات الحزات من القرآن. الله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع. يوسف مستعين، رئيس المكتب الوطني لجمعية سفراء الخير للتنمية والأعمال الاجتماعية. اليوم نختتم فعاليات رمضانية سفراء الخير في نسختها السابعة تحت شعار رمضان الخير، اللي كنحتفلوا بعدد كبير من الطلبة من المقرئين بمقاطعة مولاي رشيد. وكذلك نختتم القافلة التضامنية اللي نظمتها جمعية سفراء الخير رفقة الفروع ديال الجمعية بمختلف جهات المملكة المغربية تحت الشعار رمضان الخير. هذه المبادرات جاوا من جدولة ومن برمجة المكتب الوطني لجمعية سفراء الخير، اللي دائما كل سنة كيبرمج أنشطة من أجل الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية والعزيزة. اليوم نحتفي كذلك بالمتوجات والمتوجات خلال الموسم الدراسي، وكذلك بالناس اللي قدموا المساعدات الاجتماعيه للجمعيه طيله هذا الشهر الكريم المبارك. بغينا نقول لهم شكرا لكم على الدعم ديالكم، على التعاون ديالكم. كما لا تفوتني الفرصه أن أشكر أعضاء المكتب الوطني لجمعية سفراء الخير للتنمية والأعمال الاجتماعية على الدعم ديالهم وكذلك المساهمة ديالهم من خلال إنجاح رمضانية سفراء الخير. سعيدة بالضاح، نائبة رئيس جمعية سفراء الخير ورئيسة نادي روتاري كلوب فلوريدا. أولا قبل كل شيء كنشكر جريدة نيشان على الحضور ديالها لهذا الحفل المتميز إن شاء الله، هو اختتام لاختتام رمضانية سفراء الخير، وان شاء الله غادي يكون متميز لان خدينا فيه التراث ديالنا المغربي بوليدات كيقراو بالالواح وبمنشدين ومنشدات. وان شاء الله نتمنى الحفل يدوز مزيان والناس يستمتعوا بهذا الحفل، وليله قدر سعيده ان شاء الله غدا ان شاء الله. وشكرا، شكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشكر هذه الجمعية المباركة الطيبة التي رحبت بنا وأكرمتنا بكرمها، نسأل الله عز وجل أن يكون لها في المزيد والنماء إن شاء الله. والحمد لله الذي رحبوا بهذا هؤلاء الأطفال وهؤلاء البراعم حملة كتاب الله بهذا الترحاب، قالوا لهم سيروا في خطاكم وتميزوا بقرآنكم وارفعوا إن شاء الله تلاوتكم. الحمد لله هذا ترحاب كريم منهم،
ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، هما سفراء الخير، وأن يكونوا إن شاء الله في مزيد من الخير إن شاء الله مع أمة سيدنا محمد، وجزاهم الله عنا كل خير.